هاي كيفكم؟ معكم سارة صلاح ميك اب ارتست. بنات كتير بتسأل يعني ايه هايلايتر، فقررت اعمل لكم فيديو هشرح لكم فيه ببساطة يعني ايه هايلايتر وانواعه واستخداماته. مبدئيا الهايلايتر يعني الاضاءة او اللمعة اللي بتستخدم في الميك اب عشان نبرز جمال الوش ونديله الاشراقة والنضارة المطلوبة. في بعض البرودكتس بتكون فيها نسبة هايلايتر زي البرايمر مثلا، في بعض البرايمرز بيكون فيها هايلايتر او لمعة بسيطة بنستخدمه طبعا قبل الميك اب او قبل الفاونديشن عشان يدي الوجه النضاره المطلوبه. اول نوع عندنا في الهايلايتر الليكويد هايلايتر، الهايلايتر السائل اللي بيجي على شكل مثلا دروبس او تيوبس. الميزه الوحيده في الهايلايتر السائل او الليكويد هايلايتر انه نقدر ندمج او نخلط بيه الفاونديشن قبل توزيعه عشان يدي نضاره وحيويه للوش. خلوا بالكم ان الليكويد هايلايتر بينشف بسرعه، فيستحسن اول ما توزعيه تدمجيه بسرعه بالبلندر. تاني نوع من انواع الهايلايتر الهايلايتر الكريمي. طبعا الباليت دي ثلاث انواع فيها، ثلاثه شيد فيها باودر ونوع واحد الكريمي. الهايلايتر الكريمي بنقدر ناخده باصابعنا كده او ببوينتد براش، البراش المسطحه دي، وناخد ونوزع. الهايلايتر الكريمي بنستخدمه في مرحلة توزيع الفاونديشن أو البيز الكريمي سائل قبل ما نثبت بلوس باودر على الوش. آخر نوع من أنواع الهايلايتر الهايلايتر الباودر، وده يا إما بيجي في شكل باليتس كده فيها أكتر من درجة أو بيجي individual كده لون لوحده، بيتوزع بالفان براش او بالبوينتد براش، وبيستخدم في الفنش النهائي للميك اب. بالنسبه لاماكن توزيع الهايلايتر، اعلى الوجنتين، اعلى الخدين، على الدقن، تحت الحاجب، وتيب اوف نوز او عظمه الانف، وفوق الشفايف. ولو الميك اب سواريه هنزود كمان منطقه مدمع العين، وهنوزع الهايلايتر بفرشتين بليندنج فلافي براش واسعه شويه، او لو عايزين التوزيع يكون في منطقه ادق بديتيلر بوينتد براش. وبكده نكون بسطنا فكره الهايلايتر لكل البنات. لو عجبكم الفيديو بليز لايك اند شير، ولا تنسوا تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب والانستغرام وعلى موقعنا الوصفه.com.